طيب عندنا كلام كتير جدا ومواضيع لازم نتناقش فيها مع بعض كما هو المعتاد زي ما انتم اتعودتوا معانا. لكن في البدايه النهارده المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان كتب تويته وقال ان هو ايجابي كورونا، نتمنى له يا رب كل الشفاء ودعواتنا بالشفاء العاجل ليه باذن الله تعالى. المهندس خالد مرتجي احد الجنود المؤثره جدا جدا في مجلس اداره النادي الاهلي، والراجل في الحقيقه يعني بيبذل مجهود كبير جدا في مختلف الملفات اللي بتخص النادي، فبالتالي نتمنى له يا رب كل الشفاء ودعواتنا كلنا باذن الله ان هي تكون فتره تعدي بسرعه على المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ألف مليون سلام عليك يا باشمهندس، وإن شاء الله ترجع لناديك بألف سلامة بإذن الله تعالى. طيب